سباق تسلح محموم تمضي فيه طهران لدعم حليفها الحوثي في اليمن ضد إرادة المجتمع الدولي، وهو أمر تفصح عنه الأحداث الأخيرة بجلاء، والتي كشفت ستار عن وجود تجارة منظمة لتهريب الأسلحة وتسليمها إلى الحوثيين. ففي الثامن من الشهر الجاري اعترض رجال المقاومة في عدن سفينة محملة بالأسلحة كانت في طريقها لميناء المخا الخاضع لسيطرة الميليشيا. التحقيقات مع طاقم السفينة كشفت الضوء عن خط تهريب الأسلحة الذي لم يتوقف طيلة الأشهر السابقة، حيث ظلت الأسلحة تصل تباعا للميليشيا رغم الحصار المعلن عنه. فبحسب اعتراف طاقم السفينة أنهم نقلوا 7 صفقات ضمن مئات الصفقات التي وصلت إلى يد الميليشيا في الأشهر الأخيرة مرروها بسلام مقابل مبالغ طائلة. وتختلف الحمولات بحسب قائد السفينة، فبعض السفن التي مرت ووصلت تحمل صواريخ حرارية متطورة وذخائر أسلحة متوسطة بمختلف الأنواع، إضافة إلى أسلحة قنص وأنواع أخرى. ورغم الرقابة الدولية في ميناء جيبوتي لفحص جميع السفن الخاصة بنقل البضائع التجارية، إضافة إلى تمركز قوات التحالف في البحر وفرض السيطرة على باب المندب لمنع أي خروقات في تهريب السلاح للميليشيا الإنقلابية، إلا أن الأسلحة التي تأتي في الغالب لا تخضع للتفتيش أو الرقابة كونها تصل للمنطقة الحرة في جيبوتي وتفرغ إلى مراكب نقل، البعض منها يتم وضع مواد غذائية فوقها وتنقل في وضوح الشمس، وبعضها يتم نقلها ليلا من قبل عصابات مختصة في التهريب، وتسلم تلك الأسلحة للميليشيات الإنقلابية بكل سهولة. لا تقتصر عمليات تهريب الأسلحة على باب المندب فقط، فهناك ميناء بلحاف في شبوة وميناء المهرة تحت سيطرة الشرعية، ويتم تهريب الأسلحة منهما أيضا. تقول المعلومات إن كميات من المشتقات النفطية والأسلحة وصلت إلى الميليشيا الإنقلابية قبل أشهر. وبحسب التصريحات فإن دولا إقليمية عدة وعلى رأسها إيران عززت الإنقلابيين بأحدث الأجهزة والأسلحة بعد الحصار البحري والجوي من قبل التحالف العربي. تساؤلات عدة يثيرها الشارع اليمني عن موقع التحالف العربي وحكومة الشرعية، بل والمجتمع الدولي الذي يدرك خطر إمداد الميليشيا بالأسلحة وأثرها على استمرار الصراع في اليمن.